اليوم لو كنت مكاني رح نطلع عن المألوف، رح أعيش دور حاولت أعيشه من قبل لما انحرقت قلاية أمي بالمطبخ وهبت النار وحاولت أطفيها بالمي فزدت الطين بلة، وأجا أخوي حمل هالطفاي ورش على هالحريق وخلصت وخلصنا. لهيك اجيت عند الدفاع المدني لليوم اللي إذا احتجتوهم لا سمح الله بتقدروا تتصلوا فيهم على 102 والاستجابة رح تكون سريعة عشان أتعلم المهنة على الأصول. مرحبا سيادة العقيد. أهلا بك. يا أهلا اليوم بيك. رح أكون أنا أحد كوادر الدفاع المدني. نتشرف بيك. بس قبل ما نسمع عن الدفاع المدني، بزبط الواحد يطفي الحريق بالمي؟ يعني مش دائما طبعاً، مش دائما المي بتكون مناسبة لإطفاء الحريق. أوقات استخدام المي طبعاً أكيد بيكون خطير، بزيدها أكيد زي ما صار معي. طب احكي لنا هيك فكرة عامة عن الدفاع المدني، شو بتعملوا؟ الدفاع المدني احنا وظيفتنا هي حماية الأرواح والممتلكات. طبعاً الدفاع المدني بيكون بعدة واجبات، منها الواجبات العلاجية من خلال إدارة الإطفاء اللي بتقوم بإطفاء الحرائق، وإدارة الإنقاذ اللي بتقوم بالتعامل مع عدة حوادث مثل حوادث السير، حوادث المصاعد، التخلص من الثلوج، إنقاذ الأشخاص المحاصرين مثلاً داخل المصاعد. طب أنا في أنو شق هلأ رح تحطوني؟ في أنو شق رح أبلش؟ اليوم إحنا رح نخليك تجرب الشقين اللي بقوم فيه الدفاع المدني، الشق العلاجي والشق الوقائي. طبعاً الشق العلاجي من خلال إدارة الإطفاء والإنقاذ راح نخليك تقوم بمهام رجل الإطفاء، وكمان بالشق العلاجي راح نخليك تطلعي مع طاقم التدريب عشان تشوفي كيف إنه بيتم تدريب المواطنين. أنا هيك جاهز. شو اجمعي معهم. شو أجمع؟ اجمعي مع الشباب. أصف يعني؟ على طول. إيه ده؟ آمد! أنا ما مضر! الله! هيا! يبي يضر ضر اعتبرك سي داوم اخر سي الخار ضر خطوة تبتل بدل وراجعت يسار ضر معنوية الرجال عالية جيد معنوية الرجال عالية تفقد السيارة هاي كشف معدات إنقاذ من فوق. هاي سيارة إنقاذ. إذا أنتوا فاهمين شو مكتوب أنا فاهمة. عكس عكس عكس. ممتاز. نيح ضبطنا أخيرا ضبطنا شغلة اليوم. هذا هو سلم الهيدروليك. حالة في ناس عالقين مثلاً في شقق أو بدنا نكافح في مباني مرتفعة نستخدم. ولا عمري بعيدها. احنا جبناك يا اخت لينا هون على المدرسه عشان نفرجيك كيف الانشطه اللي بنعملها واحنا شو بنكون بالنشاطات في داخل المدارس. طب شو بدنا نعلمهم هلا؟ طبعا هي عمليه اللي هي تدريب على الاخلاء وقت الزلزال، وانا هلا بدي اعلمهم معك. طبعا اهم شيء اهم شغله انه وقت الزلزال ما في اخلاء، فقط احتماء. وين نحتمي؟ وين ننزل؟ تحت الطاوله. بس بعد ما يوقف الزلزال مباشرة نكون بعملية الإخلاء. كيف نكون بعملية الإخلاء؟ طب كيف منصف ورا بعض؟ فرجوني. ما شاء الله سرعة التطبيق. برافو برافو. منحط إيدينا على روسنا بعدها. بس نسمع الجرس إنه في حالة خطر. أول واحد بتخرج مين؟ ليلى. أول واحد بتخرج ليلى. الأقرب على المخرج. يلا 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 نبلش أول صف من هون. ركض ركض يلا. هرولة 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 زي ما تعلمنا زي ما تعلمنا. يلا الصف الثاني الصف الثاني. استعدوا استعدوا يلا هرولي هرولوا. انتوا الحقوني كمان. ورايحه ورايحه لسه في عنا كمان لازم يخرج الكل. خلص هيك فيش حدا في الصف. بلاش تبقى على العماره عرفت. لازم ترجعي تفقدي الصف كله من تحت. لا تفقدي. محتمل انه حدا يكون تحت الطاوله، محتمل يكون حدا هون هون. بعد ما فقد انه فيش حدا هون نظره. لا ما هو انت مسؤولي عن حياه الطلاب هذول الاطفال الصغار. حتى لو ضحينا بحياتنا احنا كدفاع مدني او كمسؤولين عن الطلاب، انه اهم شيء انه نحمي اطفالنا احنا. شو مالهم تاهبوا؟
حفلت رح حفلت. شو أحكي؟ استني شوي. رأيك يا تمينة؟ خلص تمام تمت السيطرة. أرسل أرسل منا مش أرسل علّا عكلي خلص. خنقت. أعطيك العافية لينا. والله الله يعطيكم العافية، أنتوا عن جد الواحد فيهم بعرض حياته للخطر، بتخاطروا بحياتكم لحتى تنقذوا الأرواح، وأنا يمكن جربت معكم تجربة بسيطة ما قدرتش يمكن أكملها، ولكن أنتوا ما شاء الله عليكم كل يوم طاقة جديدة متجددة. الحمد لله، شكرا لك. هذا واجبنا إحنا لناحية أبناء شعبنا إنه نكون الساعة دائما على هبة الاستعداد. الله يقويكم، وأنا لهون خلص يعطيني العافية بكفي، دربت طلاب مدارس، أنقذت، عملت بعرفش، طلعت على هذا السلم اللي على السماء السلم الهايدروليك. مهنة رجل الإنقاذ مرهقة جدا جدا وخطرة أكثر ما أحكي لكم وأكثر ما أوصف، فلهيك عن جد يعطيهم ألف عافية، وأنا بشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية وبمهنة مختلفة. شو هالريحة هاي؟ هذا ولا إشي نينا، ولا إشي؟ ولا إشي هذا، والله انخنقت أنا المشكلة، وقوة الدفع هذا اللي في الماي، هذا ولا إشي مخففين لك إياه لسه الشباب كمان. لسه والله ما قدرت أحمله، وهاي لسه كمان درجة حرارتها 1000 يا زلمة.